ريسينج يا سيدات والسادة، أيها الحفل الكريم، انطلق ثاني أشواط هذه الأمسية للخيل المهاجن الأصيل إنتاج محلي مبتدئة مسافة 1700 متر، انطلاقا مع الجواد رقم 8 عزيزة الزعيم لفيصل بن علي بن محمد العطية توماس لوكسك على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط. ثانيا محاولة من قبل الجواد رقم 11 الجواد الورقة للشيخ فيصل بن حمد بن جاسم، الثاني البرتو سنة على ثاني المراكز. ثالث المحاولة مع عبد الهادي بن مانع الشهواني وكونان بوثيلة جي بي جامبير على ثالث المراكز، مع كونان بوثيلة توماس مولوي على ثالث المراكز. رابع المحاولة من قبل الجواد رقم 4 جواد قصور لسيد بن محمد آل شافي وشاكر البلوشي على رابع المراكز الآن. خامسا محاولة من قبل الجواد رقم 10 الجواد غير روز مع الشعار الأخضر والبرتقالي مع علي بن سعيد النعيمي وكارلوس هنريك على خامس المراكز. محاولة مشعل بن علي العطية على سادس المراكز مع الجواد رقم 9 الجواد حشمة الزعيم وجاسم الغزالي ماركو كازامنتو على سادس المراكز. عودة إلى المركز الأول والصدارة مع فيصل بن علي العطية مع الجواد عزيزة الزعيم لفيصل بن علي العطية وتوماس لوكسك على المركز الأول. الآن محاولة تقدم شيئا فشيئا من قبل الجواد رقم 11 الجواد الورقة للشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني والبرتو سنة على ثاني المراكز مع محمد خالد الأحمد. محاولة أيضا من قبل الجواد رقم 4 الجواد قصور لسيد محمد آل شافي شاكر البلوشي على رابع المراكز. إذا الخط المستقيم باتجاه خط النهاية صدر المركز الأول مع فيصل بن علي العطية إبراهيم الماركي على المركز الأول، لكن محاولة من الخارج من قبل الجودة رقم 11 الجودة الورقة مع الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني والبرتو سنة، لكن الصدارة مع إبراهيم الماركي مع الجودة الجودة رقم 8 الجودة عزيزة الزعيم على المركز الأول مع محاولة فيصل بن حمد الثاني، لكن الصدارة مع إبراهيم الماركي وفيصل بن علي العطية مع الجودة عزيزة الزعيم لإبراهيم الماركي والسيد فيصل بن علي بن محمد العطية توماس لوكسك إلى. And the official results for the second race of the day, the winner horse number 8, Azida Al Zaim. Mr. Faisal bin Ali bin Muhammad Al Atiyah, trained by Ibrahim Al Malki, ridden by Thomas Lukasek. Second horse number 11, Al Wakra, Sheikh Faisal bin Hamad bin Jasim Al Thani, trained by Muhammad Khalid Al Ahmed, ridden by Alberto Sana. Third horse number 4, Kaswara, trained by Mr. Said Muhammad Al Shafi, ridden by Shakira Balushi. Fourth horse number 7, Al Zama, Mr. Nasser Awaida Salam Al Hajri, trained by Awaida Al Hajri, ridden by Giuseppe Caratolo. And in fifth place, horse number 10, Royal Rose, Mr. Ali Said Al Naimi, trained by Ahmed Kabesi, ridden by Carlos Henrique. المركز الأول رقم 8 عزيز الزعيم المالك السيد فيصل بن علي بن محمد العطية، المدرب إبراهيم السعيد المالكي والخيال توماس لوكاسك. ثاني المراكز رقم 11 الورقة المالك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن ثاني الثاني، المدرب محمد خالد الأحمد والخيال ألبرتو سنة. المركز الثالث رقم 4 قصورة المالك السيد السعيد محمد شافي الشافي، المدرب سعيد الشافي والخيال شاكر البلوشي. المركز الرابع رقم 7 الزعامة المالك السيد ناصر عويدة سالم الهاجري، المدرب عويدة سالم الهاجري والخيال جوزيه. المركز الخامس رقم 10 رويال روز المالك السيد علي بن سعيد الجفالي نعيمي، المدرب أحمد قبيسي والخيال كارلوس هنريك. ألف مبروك المراكز المتقدمة الأولى، وحظ أوفر للذين لم يحالفهم الحظ.